نتائج الامتحانات الرسمية لبنان 2022 مهبط جوف إلب الثانوية نتائج البريفيه المرحلة المتوسطة بريفت ريسو. نتائج الامتحانات الرسمية في لبنان 2022 أوشكت على الإعلان رسميا خلال الساعات القادمة عبر موقع وزارة التربية والتعليم اللبنانية. يترقب جميع الطلاب الطالبات نتائج الثانوية في لبنان 2022 الصفوف الثلاثة الأولى والثانية والثالثة. سوف يتم إعلان نتائج المرحلة المتوسطة أيضا نتائج البريفيه في لبنان بريفت ريسولتس لجميع المحافظات في الشمال والجنوب. وأكد مؤشرات تصحيح وتدقيق ومراجعة ورصد جميع الدرجات سوف يتم اعتماد نتيجة الامتحانات الرسمية لبنان أو الثانوية وإعلان نسب نجاح الطلبة وقائمة الطلاب الأوائل. سوف نتعرف على خطوات معرفة نتائج الامتحانات الرسمية 2022 كل المحافظات عبر الرابط الرسمي. نتائج الامتحانات الرسمية في لبنان 2022 www.mah.gov.lb. لقد أعلن وزير التربية والتعليم اليأس عسير أن كافة أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة ورصد الدرجات أوشكت على الانتهاء، وخلال الساعات القادمة سوف يتم الكشف عن نتائج البريفيه 2022 المرحلة المتوسطة بريفت ريسولتس. وفي ظل متابعة الوزير مع وكالة الأنباء الوطنية أنه تم تكثيف إعداد المعلمين من أجل إنهاء النتائج الامتحانات الرسمية في لبنان 2022. فتصدر نتائج البريفيه المرحلة المتوسطة 2022 كل المحافظات قبل إجازة عيد الأضحى المبارك 2022، ولذلك سوف يتم رفع كافة النتائج عبر موقع وزارة التربية الوطنية اللبنانية، وسوف نتعرف على رابط رسمي للتعرف على النتيجة. التوجه إلى رابط موقع وزارة التربية الوطنية. الخطوة الثانية اختيار نتائج الامتحانات الرسمية في لبنان 2022 www.mah.gov.lb. الخطوة الثالثة إضافة الرقم الوطني. الخطوة الرابعة الضغط على عرض النتيجة.